بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ أحمد حمود العامري، جمهورية اليمن تعز، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. أهلا وسهلا بك. نود منكم إحاطتنا بانطباعكم حول أداء شركة المحيط، بداية من التراسل بالواتساب، وكيفية التعرف عليها على شركة المحيط. تعرفت على شركة المحيط من خلال النت، وبعدها تم التواصل في الواتساب وتمت الإجابة، وقدمت لي أكثر من عرض، واخترت أنا عرض محدد لاقى اهتمامي، ولاقيت كل التعاون من الشباب بهذا الخصوص. التراسل بالواتساب مرضي جدا. الاستقبال في المطار ممتاز. نوعية السيارات والسواقين جيد جدا. الجولات السياحية مقبولة إلى حد كبير. نوعية الفنادق حصلت بعض الإشكالات، بعض الفنادق فقط قابلة للتقوير بشكل أفضل، لكن بشكل عام أنا راضي الحمد لله. الصعوبات التي واجهتك؟ بس بعض الصعوبات فقط عند الدخول بعض الفنادق فقط، لأنه بحسب نظام ماليزيا أن الدخول يكون الساعة 2، ونحن وصلنا قبل فترة. نرجو من الشركة أن تكون تنسق مع بعض الفنادق فقط اللي لا تحب التعاون مباشرة مع العميل، لأنه أحيانا العوائل ممكن تتعرض لصعوبات بهذا الشكل. اقتراحاتك للتطوير؟ تحسين موقع الإلكتروني بشكل أفضل بحيث أنه يلبي كل ما يطلع للعميل. أيضا تخصيص شخص محدد لكل عميل بحيث أنه يتجنب أنه التنسيق مع أكثر من شخص فقط. كلمة أخيرة. أشكر شركة المحيط على تنسيق هذه الزيارة إلى ماليزيا. أنا راضي جدا، أولادي تمتعوا بالرحلة بشكل كبير. اختيار نوع الفنادق بحيث المتطلبات، ما عدا بعض الفنادق البسيطة فقط، مش من كل سيئات. راضي جدا على الشركة. أنصح كل من لديه رغبة بزيارة ماليزيا بالتعامل مع شركة المحيط. شباب متعاون، يجيب على مراسلات الواتساب بأي وقت خلال الليل أو خلال النهار. مشكورين جدا. بعض الملاحظات البسيطة اللي لا تعكر سفر الرحوة، يتوقعها أي واحد يسافر إلى أي بلد في العالم مش فقط إلى ماليزيا، أو يتعامل مع أي شركة أخرى. بارك الله فيك. أقول لك إن شاء الله توصل إلى البلد أو إلى الإمارات. أنت موجود في الإمارات؟ ألف ألف شكر. الله يوصلك بالسلامة. جميل إن شاء الله. نشوفك مرة ثانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.